السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القصص الجميلة جدا اللي المفروض كلنا نعلمها لأولادنا التواضع. طب ما تيجي نشوف في القصة بتاعتنا دي كمية التواضع اللي فيها عاملة ازاي. كلنا عارفين سيدنا أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين، وده كان يعتبر الوزير بتاع النبي، وده نائب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر بن الخطاب ده تاني خليفة، كان بيراقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقت الفجر، وكان دايما يتابع وراه واحدة واحدة ويشوف بيروح فين. وبدأ سيدنا أبي بكر الصديق يروح على أطراف المدينة، وكان بيخش كوخ في ساعات كتير جدا، مرات ورا مرات كل يوم، وما زال الخليفة كل يوم يزور الكوخ ده. فسيدنا عمر استغرب، سيدنا أبي بكر بيروح فين ولوحده؟ فقرر عمر اللي هو يراقبه ويدخل الكوخ بعد ما سيدنا أبي بكر يمشي. وفعلا دخل لقى سيدة عجوز عمياء، خلي بالك سيدة عجوز وعمياء لا تقوى على الحركة، مش قادرة تقوم من مكانها ولا قادرة تعمل حاجة. فسألها: ماذا يفعل هذا الرجل هنا يا عجوز؟ يعني بيعمل عندك ايه الرجل اللي كان من شوية عندك؟ قالت له: لا أعلم، هو بيجي كل يوم الصبح بينظف البيت وبيكنسه وبيعمل لي الطعام وبيأكلني وبيمشي. فسيدنا عمر الخطاب نزل على رجله وبكى وبدأ ينزل الدموع بكثرة، فقال كلمة جميلة قوي: لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبي بكر. خليفة هو أبي بكر الصديق. إيه رأيكم في القصة الجميلة دي؟ ياريت كلنا نعلمها لأولادنا، ياريت كلنا نجعلها ثمرة في حياتنا، ياريت كلنا نقول إيه الجمال ده، وإيه هي قصص حياتنا اللي قبل كده، والناس دي كانت بتعمل كده ليه؟ عشان عاوز الجنة. عشان كده لما سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا محمد بيقول له: يا أبي بكر، هل أنت راضي عن الله؟ فقال له: يا سيدنا محمد، راضي عن الله؟ سيدنا جبريل جاي له برسالة من ربنا بيقول له: يا محمد اسأل أبي بكر هل هو راضي عن الله؟ متخيلين؟ احنا بنقول يا رب أنت راضي عننا ولا لا؟ لا، ده ربنا اللي بيسأل أبي بكر: هل أنت راضي عني يا أبي بكر؟ يا رب ارضى عنا ودخلنا الجنة. قولوا ايه رأيكم في القصة الجميلة دي؟ سلام.